يلا حكي لكم نكتة بس مشان تهدوا مو مشان تضوجوا. نطالع بطانة الرحم ونبعثها على التشريح المرضي مشان نتأكد إذا عندها شيء مرض سليم أو خبيث أو يلي هو. فواحد من الأطباء عمل تجريف استقصائي وطالع العينات وبعثها على التشريح المرضي. فإجت النتيجة بطانة رحم سليمة، عضلة رحمية سليمة، نسيج أمعاء طبيعي، نسيج رئوي طبيعي، نسيج لوزات طبيعي، نسيج غير معروف الطبيعة، نسيج غير معروف الطبيعة يعتقد أنه من سياب طبيب التخدير. كأنه ما فهمتوها يعني بهذا المنتحر طلع من هون. هذا ما بيعرف الشريك. طيب رح أحكي لكم واحدة تانية. الفيزيولوجيا الوالدية والتكيف المناعي خلال الحمل. هلا أول فكرة إنه في كتير قيم مخبرية بتختلف عند الحامل عن غير الحامل. يعني مثال بسيط جدا، خضاب الدم عند السيدة الغير حامل الطبيعي 12 فما فوق، بينما عند الحامل 11 يعتبر طبيعي. وهلا نحكي التفسير بعد شوي. هذا مثال. قبل شوي حكينا انه الالبومين بينقص، في كثير شغلات بتنقص، في كثير شغلات بتزيد. فالفكره الاولى انه كثير قيم مخبريه تختلف عند الحامل عن غير الحامل. اذا بتلاحظوا النظره لهالجدول بتلاقوا القيم عم ينقصوا، الكلس الاجمالي بينقص، الكرياتينين بينقص، الكلس الإجمالي بينقص، بينما الكلس الشاغل بضل ثابت، حكيناها قبل شوي. السكر الصيامي بينقص، البوتاسيوم بينقص، صوديوم، البولي، حمض البول، الهيماتوكريت، هذا اللي حكينا عليه، والخضار. الكرياتينين بيزيدوا، وفي عندي الفيبرينوجين بيزيد. بالنسبة للهرمونات الكورتيزول بالمصل والبرولاكتين بزيدوا، والتيروكسين والتي3 والتي4. ليش عم يزيدوا هذول؟ الحقيقة عند الحامل بنلاحظ انه عم تتضخم الغدة، عند اغلب الحوامل تتضخم رغم انه التي اس اتش عم يكون طبيعي. السبب انه الاتش سي جي عم يكون لها دور مشابه للتي اس اتش، عم يسفعل الغدة اكثر من اللازم. وهذا الشيء بنلاقيه واضح في حالة الرحى العدارية. كثير من الأحيان الرحى العدارية تترافق مع فرط نشاط الدرق. وضروري جدا نستقصي هالموضوع قبل ما نعمل إفراغ الرحى العدارية، يعني قبل ما نخدرها. ولازم إذا عندها فرط نشاط درق نعالجها، يعني نرجعها للسواء الدرقي وبعدين نخدرها، وإلا ممكن تدخل بشيء اسمه عاصفة درقية. هلا كثير اجهزه الجسم بتختلف كمان، بصير فيها تبدلات عند الحامل، حتى شكلها العام بيختلف. يعني من نظره للحامل بنشك انه هي حامل، وهي يعني اذا لقينا بطن كبير. اليوم انا سكرتيرة عند ولد قسم طلعت قلت لك حامل انت؟ طلعت حامل بالشهر الثامن. فبصير تبدلات باجهزه الجسم المختلفه. رح ندرس اهم الاجهزه، الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي والبولي والغدد الصم والاستقلاب. بالنسبة للجهاز القلبي الوعائي، أول شيء النتاج القلبي بيزيد. الحقيقة النتاج القلبي بيصل لذروة الزيادة حوالي الأسبوع بين 20 و 24، نسبة الزيادة تقريبا 40%. نتاج القلب بيزيد. الضغوط داخل الأوعية كمان بترتفع، الضغوط داخل الاوليه خاصه. وبعدين يعني تاثيرات دورانيه ميكانيكيه للرحم الحامل، يعني بسبب حجم الرحم الكبير عم يضغط على الاوليه. اذا ضغط على الاجوف السفلي و الجزء السفلي من الابهر وكذا، فعم بيصير
نقص للعود الوريدي او مقاومه للعود الوريدي. فهذا بشو بيتظاهر؟ بيتظاهر دوالي بالساقين، دوالي بالفرج والمهبل، بواسير. وطبعا الدوالي والاشياء الحسابي ركوده، كله هذا رح يؤهل لالتهاب وريد خسري. التهاب الوريد الخسري حاله خطره. ليش؟ لانه يعني ممكن تسبب صدمه رئويه، والصدمه الرئويه ممكن تكون قاتله. فالحقيقه يعني كثير بنخاف من هالموضوع. يعني في حادثه انا ما بنساها، هي سنه يمكن سنه اولى بالثانيه دراسات عليا، سنه 84 قاعدين بالجناح ما لقينا الا نادت لي المستخدمه شو بكي؟ قال في مريضه بالتواليت واقعه. فانا بعرف المرضى تبعات الجناح، عرفت انه هي كان عندها التهاب وريد خسري. بوقت يكون التهاب وريد خسري حاد، يعني بالحاله الحاده ممنوع تقوم من تخدها، معطيها مميعات وبتضل موجوده بتخدها. هي بدها تفوت على التواليت، استحت تقول لحدا جيبوا لي الزحافه وكذا، قامت على التواليت كبست انطلقت الصمامه طبيت وماتت. ماتت صبيه صغيره ما بنساها هي. يعني سنة الأبعاد بين لساها محفور قدامي ماتي ما حسن سابي لشي. عملت لها طبعا التنفس فمي فهم وتمسيد قلب وشو لبين ما اجوا الدراسات العليا أعلم مني، بس أنا اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. فالحقيقة الصدمة الرئوية شغلة كتير بتخوف. الجريان الدموي الناحي يعني بكل عضو بزيد الجريان، بس أكثر أعضاء بزيد فيها الجريان الدموي الحقيقة هو الرحم. يعني إذا قسنا الجريان الدموي بالرحم غير الحامل تقريبا بيقولوا 100 ملليلتر بالدقيقة، بينما عند الرحم الحامل بصير 1200 يعني 12 ضعف. ليش؟ مشان يزود المشيمة والحمل بالأكسجين اللازم والتغذية اللازمة. كمان بتزيد التروية بالثدي من 2 ل 3 أضعاف. طبعا الثدي بتلاقوه كبر حجمه كمان وصار في عليه تروية واضحة، أورية واضحة، بالإضافة للتشققات اللي ممكن تصير على ظهر الثدي بسبب كبره، مثل التشققات اللي بتصير على البطن، تشققات حملية. كمان التبدلات بالثدي بصير تصبغ الحلمة، وفي شيء اسمه حليبات مونتغومري، هي على محيط الحلق الهالي، على محيط الهالي. هلا نسيت اشرح لكم انا موضوع ليش خضاب الدم بيكون عند الحامل 11 عم نعتبره طبيعي. وقت عم يصير تبدلات بالسوائل بالجسم، فالمصل عم بيزيد حوالي 40%، بينما الكريات الحمر عم بتزيد، بس بتزيد بنسبه اقل حوالي 30%. فهالفرق بيناتهم هو اللي عم ينزل الخضار. يعني عم يصير عندنا شيء اسمه فقر دم فيزيولوجي. تمام؟ طيب هلا حكينا انه نتاج القلب بزيد حوالي 40%، بينما تعداد كريات الحمر 20 ل 35%. طبعا بدها تكون الحمل متعدد عم يكون نتاج القلب عم يصير اكثر من الحمل المفرد. ليش عم يزيد نتاج القلب؟ نتيجة شغلتين، سرعة النبض عم تزيد وحجم النبضة كمان عم يزيد، فالعاملين عم يقوموا بزيادة نتاج القلب. بينما الضغط الانبساطي والانقباضي بشكل عام عم ينقص نتيجة نقص المقاومة المحيطية. هلا شو التأثيرات الميكانيكية؟ يعني حجم الرحم له تأثيرات ميكانيكية، كونه حجمه كبير، شو بتأثر؟ لأنه انضغار الأوردة الحرقوفية يعني الحرقوفي الأصلي الأيمن والأيسر والأجوف، وخاصة بوضعية الاضطجاع. كثير من الأحيان بنبقى عم نفحص السيدة مثلا على طاولة الفحص من سطحها على ظهرها، عم نصورها بالإيكو، دغري بتقول بتلاقيها عم تتململ، بتقول داء نفسي أو لحدوخ. ليش؟ أنا بيكون انضغطوا وممكن الأبهى
فبصير شيء اسمه هبوط ضغط اضطجاعي. في هالحالة شو العلاج الإسعافي؟ بس إلا نامي على جنبك، بس اللي بينامي على جنبك. حتى مو بس هيك، كتير من الأحيان ببقى عم صور المريضة هي على ظهرها بلاقي دقات القلب متواطئة، بس مجرد لبي شوي تلاقي تسرع. فالوضعية الحقيقة ضرورية. شو صار؟ شو صار؟ كمان نتيجة الضغط الميكانيكي عم يعيق الدوران الوريدي، فعم تتشكل وزمات، وزمات بالطرفين، وهي شائعة عند الحامل خاصة عن الطويل. مثل ما حكينا قبل شوي، الدوالي البواسير والتأهب للخزنة. الجريان الدموي الناحي مثل ما حكينا بالكلية، حكينا عن الثدي والرحم، بينما الثدي كمان مثل ما قلنا ليش عم يكبر؟ لأنه عم يتأهب، عم يكبر يتأهب لموضوع الإرضاع بعد الولادة. الكلية والجلد لهم دور أطراحي، مشان هيك بزيد التروية فيهم، والكلية مشان أطراح الفضلات، والجلد مشان أطراح الحرارة. شو بصير تبدلات بالجهاز التنفسي؟ هلا وقت بيكبر الجنين بيضغط على الحجاب الحاجز لفوق، فبيرتفع مستوى الحجاب الحاجز. فشو بصير؟ بتنقص السعة الوظيفية الباقية. شو هي السعة الوظيفية الباقية؟ هي الزفير، الزفير يعني إذا أسنان بنلاقي كمية هي أقل من الحالة العادية، هي السعة الوظيفية الباقية. بينما السعة الحيوية ما بتتغير، إذا أخذت شهيق عميق بعد الزفير وأسنان بنلاقيهم ثابتين، رغم إنه ارتفع الحجاب الحاجز، ورغم إنه صار في الزاوية تحت الضلعية صارت منفرجة، كانت حوالي 65 صارت 115. سرعة اكتساب التنفس ما بتزيد، يعني عدد مرات التنفس، بس رغم هالشيء بنلاقي اغلب الحوامي عم يلهجوا، مهم. فممكن يكون هذا نتيجة فقر دم، ممكن يكون نتيجة شوك، ممكن يكون نتيجة تعب، شيء نسميه فرط التهوية. هي وقت تنخفض البي سي او 2 بتسبب قلاء تنفسي. هالشيء هذا بيزيد بحجم البروجسترون. الكلية مشان ما يصير قلاء تنفسي بتطرح البيكربونات فبتعدي هالشيء هذا. هلا تبدلات الجهاز البولي، أول شيء توسع الطرق المفرغة، يعني الحوالي والكويسات والحويضة. نتيجة ليش تتوسع؟ أما بسبب ميكانيكي، أول شيء الرحم الحامي عم يضغط على الحالة، وخاصة الحالة الأيمن بيتأثر. في سبب ثاني تشريحي هو الأوردة المبيضية بتصب على الوريد، على الوريد الأجوف السفلي مباشرة بال الجهة اليمنى، فهون عم تتصالب مع الحالة، وبتكون متضخمة الأوردة أثناء الحمل، ولأنه متصالب تضغط على الحالة، فكمان هذا سبب ميكانيكي. مثل ما أن أكثر شيء بيصير استسقاء الكلية عند الحامل بالجهة اليمنى، وكثير من الأحيان بنضطر إنه سابقا من زمان كان يعملوا له شيء اسمه نيفروستومي، يعني يفتحوا جرح صغير بالخاصرة، دخلوا قسطرة بسيطة وخلوا لها معلقة كيس بول، يعني عملية إسعافية لإنقاذ الكلية قبل ما تولد. هلا صار في إمكانية إنه تدخل قسطرة بتسميها دبل جي، بيعمل عمل تنظير مثاني، طبيب البولية بيشتغل هالشغلة، وبدخل قسطرة مثل حرف جي، فبتعلق فوق بالحويضة وبتعلق تحت بالمثاني، لا بتطلع ولا تنزل. بعد ما تولد بالسلامة ممكن انه كمان بتنظيف المثانه تنسحب القسطره. الحقيقه هي شائعه، واذا انهملت
ممكن تضر الكليه، واضعف الايمان تاهب لالتهاب الحويضه والكليه يلي هو كمان حاله خطيره، والتهاب الحويضه والكليه ممكن يكون مؤهل لمخاض مبكر. تبدلات الجهاز البولي بزيد الرشح الكبدي، وبالتالي تنقص البوله بالكرياتينين، بتزيد تصفيات الكرياتينين. مثل ما قلنا بصير خلاء تنفسي، بتقوم الكليه بتعاوض عنه بطرح البيكربونات. وموضوع عناصر جمله الرينين والانجيوتنسين حكينا عليه قبل شوي. تبدلات الغضيه الصماويه اكثر شيء بهمها تبدلات السكريه، يعني السكر والانسولين. تزداد استجابه الانسولين للتحريض بالجلوكوز، ترتفع تركيز الصياميه للانسولين، وبالتالي بتنخفض مستويات السكر الصياميه. طبعا الانسولين هو اللي عم يحرق السكر، فاذا زاد الانسولين بنقص السكر. تزداد تركيب الجلوكوجين بيتخزن بالكبد، وبتظبط استحداث الجلوكوز. تظهر مقاومه للانسولين بسبب افراز الاتش بي ال، حكينا قبل شوي ممكن انه يكون له علاقه بموضوع السكري الحملي وارتفاع مستويات الكورتيزول والبروجستيرون. بالنسبه للغده الدرقيه كمان نوهنا على هالشيء هذا، انه بتتضخم تحت تاثير الاتش سي جي مفرز من المشيمي، بينما وظيفتها ما بتتبدل لانه الهرمونات الدرقيه الجزء الحر هو بيكون جزء حر وجزء مرتبط بالبروتينات، فالجزء الحر ثابت وبالتالي ما بتتغير الوظيفه الدرقيه. والهرمونات الدرقيه تعبر المشيمه لكن بكميات ضئيله جدا، وبالتالي ما بتاثر على الجنين. غده الكظر عم ترتفع الاس ال اتش، وبترتفع مستويات الكورتيزول المصليه. هلا هذا موضوع الدوران الجنيني الحقيقه مهم كثير، لانه الدوران الجنيني يختلف عن الدوران عند الانسان البالغ. ففي عده اختلافات. الاختلاف الاولاني انه بيقولوا الدوران عند الكهول او الانسان العادي متسلسل. شو يعني؟ يعني بيجي الدم غير مؤكسج من الوريدين، عفوا الدم غير المؤكسج من الوريد الاجوف السفلي اللي جاي من القسم السفلي للجسم، الوريد الاجوف العلوي للرئه، للاذينه اليمنى، من الاذينه اليمنى بيروح للبطين الايمن، من البطين الايمن بيروح للشريان الرئوي، بيتاكسج بيرجع من الشريان من الرئتين للاذينه اليسرى، والاذين اليسرى للبطين الايسر، وبيتوزع لكل الجسم على شكل دم مؤكسج. هلا عند الجنين الحقيقه اول شيء ما في دم مؤكسج 100%، اكثر نسبه اشباع بيكون 70%، بتجي من الوريد السري. الوريد السري جاي من المشيمه، وقلنا الحبل السري ما حكينا بنحكي اياه، الحبل السري في بقلبه اذا قطعناه شفنا مقطعه ثلاث لمع، وريد وشريانين، عكس البالغ، البالغ كل شريان له وريدين مرافقه، بينما عند الجنين وريد له شريانين مرافقه، تمام؟ فوقت بنولد السيده لازم نفحص المشيمه، واحد اجزاء المشيمه هو الحبل السري لازم نفحصه ونتاكد انه بمقطعه في عندنا ثلاث لمع، يعني معناتها وريد وشريانين. طيب بركي لقينا نحن لمعتين، شو استفدنا يعني شغله؟ هي ممكن تدلنا على وجود تشوه على مستوى الجهاز القلبي الرعائي عند الجنين او عند الوليد. لذلك لازم ننبه طبيب الاطفال انه نحن هيك لقينا مشان يستقصي من هذا، تمام؟ طيب فالوريد السري يحمل الدم المؤكسج من المشيمه وبيتوزع بقى، الجزء الاكبر منه رح يروح باتجاه الكبد، في جزء من هذا الدم يوصل على الكبد، جزء قليل رح يغذي الكبد ويدخل بعدين يطلع من الكبد وبيصب على الوريد الاجوف السفلي، والجزء الاهم
الحيوان عبر شيء اسمه القناة الوريدية هي ضمن الكبد، ومنها القناة الوريدية دور على الوريد الأجوف السفلي. الوريد الأجوف السفلي وين بصوب على الأذينة اليمنى، ولح يجي الوريد الأجوف العلوي جايب من القسم العلوي من الجسم تبع الجنين، الدم غير مؤكسج كمان، وكلهم بيتجمعوا بالأذينة اليمنى. هلا نسبة الإشباع تقريبا صارت 65% نقصت، لأنه في جزء الأكسجين استهلك بالكبد. الجزء الأكبر من هدول حيروح من الأذينة اليمنى للأذينة اليسرى عبر الثقبة البيضية بين الأذينتين، هي عند البالغ مو موجودة، تمام؟ إيه، ومنها بتروح من الأذينة اليسرى للبطين الأيسر، من البطين الأيسر للشريان الرئوي، للأبهر عفواً، الأبهر، ومنه القناة لا بروح للأبهر عبر القناة الشريانية، يعني عم يجي بيا شوي. هي بدها الواحد يطلع على الصورة ويحكي. هلا إجا من البطين الأيمن طلعوا جزء دغري مباشرة للقناة الشريانية، وراحوا لوين؟ للأبهر النازل. بينما الدم يلي إجا من الأذينة اليمنى للأذينة اليسرى بيروح للأبهر الصاعد من البطين الأيسر. يعني الدم منقسم قسمين، قسم عم يروح للبطين الأيسر وهذا في نسبة إشباع عالية، وعم تروح للقسم العلوي من الأبهر مشان تغذي الدماغ، وهي بدها نسبة إشباع أعلى من غير أماكن. بينما القسم الثاني أقل إشباع عم بيروح عبر القناة الشريانية للشريان الأبهر النازل ويغذي باقي الجسم. هي الفكرة. ففي عنا ثلاث أماكن هي اللي عم تختلف عند الجنين عن الوليد أو البالغ، اللي يعني هن القناة الشريانية والثقبة البيضية والقناة الوريدية ضمن الكبد. هلا هدول شو بصير فيهم بعد الولادة؟ فورا بتسكروا. زوال الدوران المشيمي مع توقف الجريان الدموي في الأوعية السرية، الأوعية السرية للوريد والشريان، بتسكروا بصيروا حبار. أي وحدة وبتنغلق القناة الوريدية اللي ضمن الكبد، وبتنغلق الثقبة البيضية بسبب اختلاف الضغوط. يعني وين في ضغط أقل بيروح الدم، فهنيك صار ضغط عالي ما عاد تروح لعنده، تنزل على البطين الأيمن. بعدين تضيق القناة الشريانية، هذا تدريجي الحقيقة، القناة الشريانية وبتنسد، ممكن تضل لفترة شي سنة بعد الولادة بعدين بتنسد. هلا أحيانا في أدوية بنعطى أثناء الحمل بتأدي لانسدادها أو انغلاقها بشكل مبكر. شو هي؟ مضادات التهاب غير ستيرويدية، وبتنسد كل هالشغلات بتجي عاود وبتتوسع الأورية الرئوية اللي كانت مسكرة أثناء الحياة الجنينية. آخر الموضوع موضوع المناعة والحمل، يعني بس هيك لمحة سريعة. في عنا نوعين من المناعة، مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة. الطبيعية إنه ما بدها شغلات كثير صعبة، بس بكفي إنه يكون في مستضد أجنبي ما بيعرفه الجسم. فهالمستضدات هاي إن كان فيروس أو جرثوم أو حالة ورمية ورم، فدوري فورا بتحفز هذا الجهاز المناعي. ففي عبارة عن شو؟ خلايا قاتلة طبيعية ناتشورال كيلر، وخلايا بالعة مثل البالعات الكبيرة تتعرف على المستضد مباشرة. أيوة، وهون إما أن تقوم بحل الخلية المصابة أو الخلية الورمية، أو بتهضم وبتحطم العوامل الغازية الجراثيم الفيروسات، وممكن متممة يكون لها علاقة بالموضوع. هلا لاحظوا فوق الصورة ما بقي شوي.
هلا هون المستضد يلي هو الخليه المقابله بخمج فيروسي، اجت الخليه القاتله تعرفت على المستضد قامت حلتها لهي الخليه. هي احد الطرق. الطرق الثانيه بتجي البارعه الكبيره بتتبلعم الجرثوم، اذا كان العامل المصيب هو الجرثوم بتتبلعمه، او في شيء اسمه عناصر المتنمية بتحله. يعني في ثلاث اساليب لمناعه الطرق. بينما المناعه المكتسبه هون بيجي المستضد، هي الخليه المصابه بخمس فيروسي مثلا، تيجي البارعه الكبيره بتتعامل معه فبتتعرف، بتشكل مستقبلات على سطحها. بتجي هلا هون بتبلش المناعه المكتسبه او التكيفيه، تيجي هون الخلايا تائيه او بائيه حسب الانترلوكين اللي عم ينفرز. انترلوكين 2 بصير مناعه خلويه، يعني تتكاثر هاي الخلايا التائيه وبتساهم بقتل هذا المستضد. او اذا الانترلوكين 4 او 5 هو اللي عم ينفرز، فهون عم يصير مناعه خلطيه وبتقوم بهالموضوع الخلايا الباقيه، وهي بتكون لها مهمه الخلاص من هالمستضد هذا. يعتبر الجنين طعم اجنبي على الام، ليش ما عم ترفضه؟ يعتبر وجود الجنين مماثل لنقل الانسجه او الاعضاء بين شخصين متشابهين، مثل ما قلنا في موضوع الكليه. ففي اليات مختلفه مشان تفسر هالموضوع عدم الرفض. اول شيء في عندنا خلايا تائيه مثبطه، مثبط هالجهاز المناعي هذا، مرتبطه بالحمل، قادره على تخفيف الاستجابه الوالديه اللمفاويه. فبتؤدي تبديل البيئه المناعيه الموضعيه عند المشيمه بين المشيمه والرحم. الشغله الثانيه انتاج المشيمه لعدد من البروتينات والاسترويدات المصليه المرتبطه بالحمل، الجلوبولينات الفا 2 والاتش دي ال والاتش سي جي والاستروجين والريستون، كلها الى دور مثبط للعامل المناعي. اخر شيء المشينه نفسها عم تشتغل كحاجز مناعي، عم تحجز الاضطراب اللي عم ينتج الجهاز المناعي ضد المستضدات الابويه يلي جاي مع الجنين او وين بيكون على سطح المشينه، عم تحجزها هني. هي المشينه عم تساوي مثل حاجز مناعي. هلا مثال صغير وعملي بموضوع المناعة عند الحوامل شائع جدا، موضوع تنافر الزمر. هذه أشياء بتعرفوا، يعني أكيد مطلعين على الموضوع، إنه إذا سيدة زمرتها سلبية وزمرة زوجها إيجابية، فهي بعد ما تولد المفروض تاخذ إبرة مشان الحمل التالي. شو الفكرة؟ الفكرة انه اثناء الولادة هي زمرتها سلبية وزوجها ايجابي، فممكن الجنين يكون ايجابي او سلبي. رح تدخل كريات حمر جنينية الى دوران الام. هاي الكريات الحمر اذا كانت سلبية ما بتشكل اضطراب، هي ما بتكون مستضدات لتشكل اضطراب، فما في مشكلة. بينما اذا ايجابية لها هي تكون عبارة عن مستضدات تؤدي إلى تشكيل الضاد. هالأضاد بتضل موجودة بدم الأم، نجي بالحمل التالي فممكن تدخل لدوران الجنين وتحل له دمه، وبالتالي ممكن تتطور الأمور ويموت الجنين داخل الرحم. فشو الفكرة بقى هون؟ إنه بنعطي إبرة أنتي دي نسميها خلال 72 ساعة من الولادة، لأنه الأضاد بتتشكل خلال 72 ساعة. بتخرب هالكريات الحمر الجنينية اللي دخلة لدوران الأم، وبالتالي ما عاد يصير عندها تنافر زمار. طيب هلا لو فرضنا اجت سيدة بالولادة الثانية، سألناها الولادة الأولى وين ولدتيها؟ ولدت بالبيت. طيب شو زبرة دمي؟ ما بتعرف. شو زبرة دم ابني؟ والولد ما. طيب شو زبرة دم جوزي؟ جوزي بالحبس. طيب شو الحال بهالحالة؟ بدنا نعرف. أول شيء نحتاج مرضى. طيب نص صدفة طلعت سلبية. طبعا هي اللي ولدت بالبيت ولا حاكين بموضوع زمرة ولا شيء، معناتها ما أخذت إبرة أنتي دي. طيب كيف بدنا نتصرف؟ بدنا نعرف يا ترى هي كان لازم تاخذ ولا لا؟ يعني
بعبارة أخرى، يا ترى هل عندها أضداد بجسمها ولا لا؟ شلون بنعرف؟ تفاعل قنص اللامباشر. فإذا طلع سلبي معناتها ما في مشكلة، طلع إيجابي هون بقى مشكلة. تمام؟ شغلة تانية. دكتور شو الحل إذا؟ شغلة تانية إنه كمان ممكن يصير تنافس ما بين نقل الدم، يعني سيدي عم تولد قامت نزفت كتير، فبنقول يا رب خير شو بصير معنا. أكثر شيء بيصادفنا إحنا هو موضوع النزوف الغزيرة، يعني كتير فدوما تلاقونا الأطباء الدوليين عصبيين لأنه لازم يكون استنفاره سريع، ردة فعله سريعة، نزف مهدد للحياة. فكتير بيصادفنا الحالة عم تولد مثلا ارتكاز مشيمة مركزي وفتحنا البطن ونزفت الغزارة واضطرينا لنقل الدم بمخبر الاخبار اعطونا ان الزمره ايجابيه، نقلوا للدم، بس ما نقلوا كيس دم بلشت تتحسس وتصير عندها مشاكل، او حتى بدون هاي الظروف يعني باي ظرف انه نقلنا في دم تحسس الدم، رجعوا عملوا التحليل تبع الزمره او لقوها سلبيه. ان احنا نقلنا لش الكيس دم معناتها قديش عطينا كريات حمض ايجابيه بكميات هائله، مو هيك؟ معناتها ابره انتي دي ما بتكفي لا حل هي المشكلة. فحتى نعرف قديش بدنا نعطيها بدنا نعرف قديش عدد الكريات الحمر الجنينية الإيجابية اللي دخلت للدوران. في تحليل بنساوي، حدا بيعرفه؟ تحليل اسمه كلاي هاور، تمام؟ هو حسب هذا التحليل نعرف قديش عدد الكريات الإيجابية اللي دخلت، وبالتالي نعرف قديش لازم نعطيها إبرة أندي دي. في عنا مريضة صارت هي الحادثة اللي حكيت لكم إياها أننا نسفت ونتقلت دم وكذا، نقلنا لها أو أعطيناها 30 إبرة لحتى نعاكس الكريات الإيجابية. طيب هلا السؤال، كل سيدة زمرتها سلبية وما أخذت إبرة وجابت جنين إيجابي رح يصير معها تنافر زمر بالحمل التالي؟ لا. طيب برأيكم الأكثرية ولا الأقلية؟ حقيقة الأقلية، يعني 15% بس بصير عندهم تنافر زمر، بينما 85% ما بصير عنده شيء بينفدوا. وكثير من الاحيان بتصادفنا سيده عندها 6-7 اولاد بنعملها زمره هيك صدفه بتطلع سلبيه، لك اخذ شيء ابر بقول لا والله ابدا، اول مره بتفاجئ بهالموضوع بتعمل بنشوف زمر اولادها كلهم ايجابيين. طيب شو التفسير؟ ليش 85% عم ينفدوا؟ احد التفسيرات هو بصير شيء اسمه تنافر ABO. شو يعني؟ يعني زمرة الأم أو وزمرة الجنين أ أو ب، فهي بجسمها عندها الضاد أ أو ب فبتحلو. عرفتوا كيف؟ بالحمل يعني هالكريات الحمر الجنينية اللي دخلت ومعاكسة للأم عم تنحل بطريقة الأبيو. حاجة ما حاجة؟ أي حاجة، يعني أنا على أساس 3.5 ما في مشكلة.